مقتل شخصين وجرح آخرين بهجوم قرب كنيسة جنوبية فرنسا وعملية أمنية عقب الحادث. الأمم المتحدة تحذر من إهانة الأديان وتدعو لاحترام معتقدات جميع الأديان. المستشارة الألمانية تحذر من وضع مأساوي بسبب تفشي فيروس كورونا. الحادية عشرة صباحاً التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أفادت وسائل إعلام فرنسية بمقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس جنوبي البلاد. وقالت وزارة الداخلية إن عملية أمنية تجرى في المدينة عقب الحادث، فيما أشار رئيس بلدية نيس إلى أن السلطات قد ألقت القبض على المشتبه به، مضيفا أنه يعتقد أن الهجوم قد يكون عملا إرهابي. حذر الممثل الدولي السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس من مغبة إهانة الأديان والرموز الدينية المقدسة. وأكد موراتينوس أن حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل أو تحترم كامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان. وشدد موراتينوس في بيانه على أن إهانة الأديان والرموز الدينية تسبب الكراهية والتطرف العنيف، ما يؤدي إلى استقطاب المجتمع وتفككه. أكدت الخارجية الأمريكية أن خطر تعرض تركيا للعقوبات المشددة بعد اختبارها لمنظومة اس 400 الصاروخية بات حقيقيا جدا. وقال المسؤول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة كلارك كوبر للصحفيين إن العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد بعدما تجاوزت تركيا الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن عدد مرضى العناية المركزة في البلاد قد تضاعف خلال الأيام العشرة الماضية. وفي كلمة لها أمام البرلمان الألماني البوندستاغ، قالت ميركل أن مرضى فيروس كورونا سوف يجتاحون أقسام العناية المركزة في المستشفيات بغضون الأسابيع القليلة القادمة، وإن وضع المرض في البلاد بلغ حدا مأساويا. أظهر إحصاء لرويترز أن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع بواقع 80,923 على الأقل، ليصل إلى 8,890,000 حالة إجمالا. وأظهر الإحصاء أن عدد الوفيات ارتفع أيضا بواقع 1026 حالة إلى 227,830 حالة إجمالا. نهاية الموجز، وفي الختام نحيط علم سادة المشاهدين بأن تردد أكشن نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترمي 27500، ومعامل الاستقطاب أفقي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.